لعبوه وشاركوا في كأس العالم للأندية، لعبوه وعملوا إنجاز وشاركوا في كأس أفريقيا وفازوا دور المجموعات. إذا هذا اللاعب كيبقى عنده أنه طموحي كبير، يعني شي حاجة كبيرة يمشي يعترف. أنا خصني نساير اليوم عندنا شبان ديال المدرسة، هاد الشبان اللي تكونوا في مركز التكوين كلهم مسوسين 18 سنة و 19 سنة 20 سنة. إذا ما عطيتيهمش الفرصة ولعبوا، هذه الخدمة اللي كان عندهم كلها ما كتبقاش عندها واحد المنفعة أو عندها واحد النفع العام على الشباب في المدينة. كيولي من 20 22 عام ما كيجبر فيه يلعب فرق في الجهة في لا هنا في المنطقة الجهة في الإقليم، في الإقليم ما كاينش في الدوزيام ديفيزيون، ما كاينش الفريق في البريمير ديفيزيون اللي يقدر يجيبو جار ديالنا مثلا طنجة أو الأسيمة، ولكن ديما المدربين ما كيأمنوش بهذا الشيء، خصو يجيب لعب واجد. حنا عندنا هاد التجربة، أنا ديما عطيت واحد الصورة على المغرب التطواني واستثمرت فيها، وديما كنا بدينا من الصفر ومن قبل الصفر. إذا نتوما كتعقلوا كتعرفوا المغرب التطواني، جبنا لعابة سواقنا المغرب التطواني كبرناها ومن كان شاءت الظروف انه كان واحد الاضراب وقحمنا الشباب بحال هذا ولعبوا خمسه سته المباريات ورجعوا هما الاصغر، لان اللياقه البدنيه ديالو كانت فوق اللياقه البدنيه ديال اللاعب اللي عنده 30 عام. كيكون عنده واحد الرغبه انه باش يعطي باش يفوت العائله ديالو باش يكون عنده واحد المستقبل ظاهر. اذا حنا وعملنا تكوين كونا ما يمكنش يدفعوا للزعما. اذا كانت السياسه ديالنا مع الاداره التقنيه ومع سيد المدرب مورا الماتش دراجة، لأن مورا المباراة دراجة، لأن كان عندنا الغرض أنه نكونوا في البطولة على نفس البطولة. مي شفنا البطولة مشاتنا قلنا خصنا نقحموا هاد الشبان ديالنا باش نعرفوا أش عندنا وهما أبطال. حرام يكونوا أبطال ديال المغرب وفازوا على الرجاء البيضاوي والدولة الأقل اليوم تجيو ما تلعبوش ما تعطيهم شي فرصة. إذا هاد التكوين علاش كيصلح؟ ما يمكنش. شنو المنفعة عندنا؟ إذا أنت كنا خصنا نلعبوا، ولكن كانت عندنا واحد جوج المباريات صعاب خصنا ننتصروا فيهم باش نديروا البطولة. سنينا ديك المباراة وحملنا هاد الشباب في الجديدة، واليوم كذلك مع بركان، وإن شاء الله غادي يلعبوا جوج المباراة كأس العرش وغادي يلعبوا المباراة المتبقية. هذا هو الربح ديالنا، هو هاد اللعبة تعطيهم أربعة خمسة المباراة يطيروا دهشة، ما يبقاوش خايفين من البطولة ووعدهم يخاف، هما الناس كيخوفوهم، وحتى لجان الإعلام مشكورين اللي بغيتهم يعاونوا هاد الشباب، لأن إلا بغينا المستقبل حنا مشينا، أنا غدا غنمشي غيجي واحد آخر، أنت كذلك الدنيا هي هادي، ولكن ما يمكنش أنه تخلي هاد الشباب هادو تخدم عليهم، وشحال الخطوط كتخلص وشحال، ومن أحسن الأكاديميات اللي موجودة في المغرب راه كتخرج اللعابة. إلا لاحظتوا أكبر أكاديمية في المغرب ها هي موجودة بمحمد السادس، وعطيوني البطولة الوطنية شحال اللعابة كاينين، ولكن حنا كنتجو وكنعطيو اللاعب. وعندنا هاد السنة هذه الأكاديمي ديالنا غادي تلعب جينيور، والعام آخر غاتلعب سينيور، العام آخر خصنا فائض ما عندناش فين نعملوهم، وفين هو التكوين عالي جدا. كذلك جاو الفرق الأوروبية اليوم كانوا هنايا والبارح انهم كيشاهدوا الاكاديميه باش يديو لعبه. اذا لا خوف على المغرب التطواني، والمغرب التطواني انا كنقول لكم كنتحمل المسؤوليه ديالي انه هاد الشباب غادي يعملوا انجاز وغادي يديو غادي يلعبوا على البطوله غادي يشرفوا التطواني شخصيا. هذا اللي عندي.